السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا دوزتوا الايام ديالكم على خير. كي دايرين مع شي برد اليوم؟ ان شاء الله جايه لهوم ديبو، غادي نختار الماكينه ديال الصابون لان ديالي خسرات صراحه. ما عرفناش كيفاش وقع ليها، كنت صبنت بها دوزت بها تدويزه الاولى، تدويزه الثانيه وقفات، ما عرفناش علاش. الواحد السيد باش يقدها لينا، لقينا غادي شارجينا بزاف، ونيت صراحة باغا نبدلها، وصراحة صافي قررنا نبدلوها وجينا نختار وحدة جديدة. كما كتشوفوا جينا لهنا لدوهم ديبو، عندهم أشكال وأنواع وماركات مختلفين، كاينة سامسونج، كاينة ال جي، كاينة ويربول، مهم بزاف ديال الانواع. كاينه اللي كتمشي مع نشافتها، انا صراحه النشافه باقا عندي خدامه كتنشف مزيان الحمد لله، يعني ما غاديش نبدلها، غنبدل دابا غير المصبانه. وهنا كنشوف يعني الشكالات اللي حاطين هنايا، كما كتشوفوا هنا راه عندهم الثلاجات، الفرارن، اي حاجه تطيح لكم على البال. كما كتشوفوا كاينين هادو اللي فيهم المغطى الفوق وكاين اللي فيهم التحت، على حسب يعني شنو كيبغي الواحد. وكل وحده يعني ولي زوبسيون اللي فيها، يعني كاينه من 500 دولار حتى ل 1000 دولار، على على كل واحد وشنو يعني باغي. كما كتشوفوا انا كنشوف، انا كنركز ان يكون فيها هاد الاجيتاتور اللي من الداخل، لان هذا كيصبن مزيان الحوايج. هو اللي كان عندي في القديمه في ويربول سكيفي باغا ناخذو، حيت كاين اللي ما فيهمش، انا ما كيعجبونيش هادو، تيفركوا الحوايج مزيان، خاصه ديال البنيتات راكم عارفين الصغار. بنتي دابا في لاج ديالها كتاكل ما كتبغيش دير ليا الرياقه، كتبغ حويجتها، دونك هادو صراحه مزيانين. وكما شفتوا وكبارين، وكاينين هادو اللي فيهم المغطى هكايا على برا، ما عجبتنيش لان عندي نشافه فيها المغطى بحال هكاك. بنتي دي فوا كنلقاها داخله فيها، كنخاف تمشي تسد عليها، ولا دابا وليت فاش ما كنشف الحويجات كنسد لا ماشين عاد كنمشي ندير شغالاتي. راكم عارفين الوليدات الله يحفظهم. وها نتوما كتشوفوا كاينين في الجريف هذا، انا بما ان عندي نشافه بيضاء غناخدها تاني بيضاء بحال الماكينه اللي عندي قبل كما كتشوفوا. وصراحه اللون الابيض لا يعلى عليه، انا كيعجبني يعني في كل شيء كما كتشوفوا. صافي هنايا كنشوفوا غير دغيا دغيا، راكم عارفين عيطنا لواحد السيد خدام تما شرح لينا يعني لي زوبسيون. هذا اللوز مشينا تاني اللوز، بغينا نشوف واش كاين شي فرق كبير بين الثمن فيهم ديبو مع لوز. لقينا صراحه نفس الثمن سكيفي، صافي قررنا غادي نشريو في هوم ديبو ورجعنا ليه. كما كتشوفوا انا جيت لهاد البلاصه فيها الكوزينات كيحمقوا في الحقيقه، دعيو معايا ان شاء الله حتى الكوزينه ديالي نقادها ونبدلها يا ربي علاش لا. كما كتشوفوا وصراحه يعني راكم عارفين حنا العيالات كنبغيو بزاف ديال ستوريج في الكوزينه، البلاكارات، هذا انا عندي غير شويه. هذا هو صراحه فاش كنمشي لهوم ديبو كناخذ فكره، يعني حنا صافي يعني من بعد 10 ايام داروا لنا الديليفري كما كتشوفوا، راجعوا خرجوا لا ماشين القديمه وجابوا جديده. وها نتوما تبعوا معنا وغتشوفوا غي انستاليوها لينا.
قلنا راه كيلهم فين غنلوحوها، شكون اللي غادي يهدا صحاب الطراش اكيد ما غيهدوهاش. وصراحه فاش مشينا لدوهم دي بوس ولناهم قلنا لهم واش كتاخدو لي ماشي القدام، قالوا لنا اه غادي 35 دولار وغادي يهزوها نهار اللي غيجيبو لكم لا ماشين جديده ديالكم. وصراحه سي اون بون شوز، انا عجبتني لانهم هناوها منا من الثقل ديالها، هما تكلفوا بكل شيء. قلت لكم البنات هي هذيك صافي، وثاني كتخلصوا لهم كنظن باش انستاليوها لكم 25 دولار، والطاكس وثمن الشيبين. المهم طاحت في التوتال بشي 900 وشي حاجه، صراحه مزيانه الحمد لله. بعد انها صراحه كتنفع، لانني صراحه المده اللي بقيت بلا بها منعاودش ليكم، ما عمرني صراحة مشيت تبنت برا وما قدرتش نمشي لأن البرد والبنات صغارين وغندي بزاف ديال الحوايج غنبقى تما وقفة بيهم، تاني خصني نجيبهم نشفا ونشفهم تما. المهم غادي ندير بزاف في الوقت دونك درت بلاش، يعني المهمين اللي يعني مرة وحدة اللي صيفطت ديال بناتي، ومرة أخرى تبنتهم غير أختي صراحة ودرتهم ليهم في الشافة لأن حويجاتهم صغار وساهلين. هنا بعد ما لصق لا ماشين كيجربها كيدير لها واحد الدوره، يعني كيشوف واش هي هذيك واش الامور مزيان صافي، يعني هادشي اللي كيديرو. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم البنات، فيها الكارونتي ديال 10 سنين، هذا هو اللي مزيان. If you can call this number, they ask me a couple questions for the delivery. Mm-hmm. If you give me 5 star for every question, that would be great for us. Yeah, sure, sure. Yeah. Okay. Good concept. Any question about the washer? I don't think so. So you will just do a cycle now? Yes. Okay. This one will not open when no, it it's starts. Not open when it's okay, on. It's not like the old one. Okay, just let it for this cycle. Yes, after this cycle you can start using. Okay, okay, sir. البنات دابا هنايا جيت من بعد ما فقت، جيت لقيت لا ماشين ديالي جات، يا لالا يا لالا صراحه حمقاتني عجبتني زوينه. المهم هذه لا مارك سامسونج، كانت عندنا ويربول صراحه دوزت داكشي اللي كتب لها الله يرحمها، دابا جات وحده اخرى. وهذه صراحه انا كتعجبني ناخذ هذه اللي فيها الاجيتاتور، لان هذا كيغسل الحوايج حسن من هذيك اللي ما كيكونش فيها. وهاد لا مارك بنفسها راه كاينه وحده فيها وحده ما فيهاش، وحنا بطبيعه الحال اختارينا هذا لان هذا صراحه عنده دور كبير. وهنا شوف هنا كيدار تيد، وهنا السوفتنر الى كان ليكويد، وهنايا كيديروا جافيل. يس الماس شتي. ودابا البنات معايا كانت خاسره ليا الماكينه، ما نعاود لكم شحال ديال التصوير مجموع عندي اليوم، غادي يكون غادي الصابون لان كنت زعما باغا نديهم لبرا ولكن صراحه عجزت. وهنا ما عرفتش هادشي داروا لنا فيها وهنايا كتبان لك الانرجي جايد شحال غادي تكونسومي في العام، صراحه ما كتكونسوميش بزاف، تصدمت بهاد الاثمنه اللي كاتبين. استيمي ديال الانرجي كوست كتكونسومي 29 دولار في العام، وفي الاستيميت ييرلي انرجي كوست 18 دولار، يعني ما كتفوتش هاد الشيء. يعني بالنسبه واش تصبني فيها العام كامل ويلا غادي تستهلك لك 29 دولار ديال الكهرباء ولا 18، صراحه والله الا مزيانه. كان كيسحب لي الماكينات كياكلوا الضو بزاف، الساعه كنت غالطه.
هما راه داروها لنا فوقها من هنايا، وصراحه هما اللي جابوها هما اللي تكلفوا وجاو انستالوها فريمون. ما نعاودش ليكم صراحه هناونا من هذيك تماره، وحتى الاخرى كان داوها وخلصنا عليها 30 دولار باش داوها. كيهزوها كيديوها كتهناو منها، ماشي بحال كنا غادي نخرجوها ونحطوا واحد الطراش، وبطبيعه الحال هذوك الناس ديال الطراش راه ما غاديش يهزوها راكم عارفين، وكيخصك ثاني تخسر عليها بزاف الوقت وتديبلاصا بيها وتشوف فين تلوحها. اللهم 25 دولار ولا 30 دولار ما عقلتش بالضبط شحال شارجاونا، وداوها معاهم وتهنينا منها والله يهنيها. نصبن غادي نبدا التصبيل اليوم ان شاء الله. كيما كتشوفوا كنستعمل هذا ديال تيد بادز، بالنسبه لهذا كنرميه نيشان على الحوايج، وإلا كان عندكم ليكويد كديرو هنايا، وإلا كان عندكم غبره كديرو هنايا، وتقدروا ترميو حتى هو نيشان اللي بغيتو. غير هادو انايا ديما كنرميهم نيشان على الحوايج. صافي وغادي نشعل الماكينه ديالي. بسم الله كديرو باور. قال لك واش بغيتيها نورمال، انا بغيت غادي ندير لها هيفي دوتي باش تصبنهم لي مزيان. هنا البنات هنا راه كاينين بزاف ديال الاوبشنز، كاينين هنا اربعه وهنا اربعه اخرين، هنايا سيلف كلين والرانس سبين. هنا الا بغيتو هنا كتغسلهم بوحدهم، هنا كتغسلهم وتشللهم، وهنا الديب ووش، وهنا الكويك ووش. والنورمال انا كندير صراحه الهيفي، حتى فلي كانت عندي ديما كنغسل بالهيفي باش كيتحكوا مزيان. بالنسبه لهنايا غادي نختار الماء، غادي ندير غير هنا كاين الهوت وكاين الورم، ايكو ورم وكول اور كولد. انا غادي ندير الايكو ورم. بالنسبه لهادي غادي ندير قالك شحال زعما الووتر ليفل سبين اونلي، هنا غندير اكسترا هاي لانني عمرها حتى الفوق يعني باش كلشي يوصلوا الماء وكلشي يتغسل. وهنا اللايت زعما هنا الحوايج واش سوال واش موسخين بزاف ولا نورمال ولا لايت، انا غندير هيفي باش كنضمن انهم كيتحكوا مزيان. وهنايا الوقيته ديال الغسيل راه ساعه و34 دقيقه، غندير ليها ستارت صافي وغنخليها تغسل. وهذه راه خاصني نحيدها ان شاء الله. والمهم شاركتها معكم بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا. ودابا فاش كتبدا التغسيل هذه راه ما كتحلش صافي، اون فوا كتبدا الدور. هادشي باش انا ما خديتش هذيك اللي فيها الدويره على بنياتي، لان الشفه عندي فيها هذيك الدويره بنتي كتبقى تحلها وكتدخل ليها. وصراحه يعني شي مرات كنخليها تفرج في البيسمنت كنخاف، داكشي باش خديت هذه فيها الزجاجه الفوق صراحه سيكوريزي على الاطفال، هكا ما غاديش تقدر تطلع ليها ولا تدخل ليها. وها هي بدات كدور. جابوا لنا هاد الوراق فيهم بان الديليفري وصلات وداكشي، وهنايا شي حاجه مهم عليها بالنسبه لهاد الماكينه اللي خدينا فيها الكارانتي 10 سنين. هادشي باش زوين صراحه الواحد ياخذ الحاجه من جديده من بلاصتها فيها الكارانتي 10 سنين. وبالنسبه كما قلت لكم الماكينه القديمه باش يديوها داوها بشي 30 دولار باش هزوها علينا، و 30 دولار باش داروا لنا الشيبين. المهم صراحه مزيانه، وكنظن شي 25 دولار باش كيخلصوا هذاك السيد اللي كيجي انصاليها. هادشي كله اللي حسبوا علينا من غير الثمن ديالها، الثمن ديالها هي كانت كنظن بشي 700 دولار، صراحه ما غالياش بزاف، كنت بغيت ناخذ وحده غاليه اكثر، ولكن فاش دخلت لهذا للريفيوز الناس لقيتهم شاكرين هاد سامسونج بزاف. هذا هو علاش خديتها، كنت بغيت ناخذ ثاني ويربول لان هي اللي كانت عندي ثاني درت بلاش، وخديت هذه وكنظن صراحه زوينه حتى انا عجبتني. وهكذا البنات كان الشرح ديال لا فيديو. اري الماسا، والماسا راه هز ليا التيل. يس مامي كنحطو هنايا باش البلاكار فوق منها باش ما كتبقاش تقيس ليا. البنات اللي صبنات كنجيبها للنشافه هي هذه، داكشي باش قلت لكم ما شريتش هذيك فيها الباب لان الماس كتدخل لي هنايا بسلامتها. هذه ديال ويربول صافي كندير ليهم ساعه لان دابا البرد.
ودابا غادي نمشي نرمي ماكينه اخرى. هذا هو حالي هذا النهار، حيد ماكينه دير ماكينه. هنا درت ثلاثه لانني هذه عمرتها صراحه. التيد كيغسل مزيان صراحه، عجبني بزاف. غندير لهم هيفي دوتشي حيت عمرتها. غندير الماء ايكو وورم صافي. دابا غتبدا تخدم، كدوز من هاد لي زيطاب ووش رانس بين وصافي كتسالي. والصباح غادي نجي نديرهم في النشاف. هنا البنات اللي نشفات كنطويها كيما شفتو. هادشي كله صراحه راه دابا شي 4 سيمين ما صبنت منين خسرات لا ماشين. يلا حوايج بناتي اللي داهم لي راجلي واحد مراتي لهذا لهذيك المصبانه ديال برا. انا صراحه عمرني ما صبنت فيها وما تشجعتش نمشي لها، فهمتوا يعني؟ غتدي هاد الحوايج كاملين وتبقاي واقفه عليهم نهار كامل صافي. جلست تجي الماكينه، المشكله انهم فاش مشينا خديناها عطلوها لينا في الديليفري، داكشي باش بقينا بلاش. ودابا حتى الغدا عاد غادي نستف لي بلاكار ونبقى نطلع كل حاجه. الفات نديرهم حدا الفات البيجامات وهي غاده.